مرحبا، أنا اسمي ريماس حسن من صف الثاني ب مدرسة البصرية. أنا جاي أحكي لكم عن استثمار لكل تلميذ الغذاء الإنساني. إحنا تعلمنا عن كل الأعياد أو استفدنا كتير وانبسطنا. مرحبا، أنا غنى كدري من مدرسة البصرية، أنا بصف الأول ألف. راح اليوم أحكي لكم عن استثمار. أنا بحب استثمار كتير، بنعمل فعاليات حنتعلم منها ومن كبر. راح نحكي لكم عن قصة مختلف الألوان كمان.